يعطيكم العافية. هسه نبلش الجزء الثاني. الجزء الثاني هسه الجزء الأول حكينا عن البيم، حكينا عن البيم. لو عندي بيم وبدي أوجد مومنت أو شير عند نقطة، كنا نقطة ونمشي. ثاني شغلة حكينا عن كمان الفريم العادي، إنه لو عندي مثلا أي إشي وبدي أوجد مثلا شير هون، بدي أوجد مومنت هون، بقطع وبمشي عادي. وشفنا مثال السنوات عليه. هسه في إشي اسمه فريم عادي، فريم بكون عادي، وفي عندي شيء اسمه او خلينا هون فريم حط رسمته جنبه زي هيك، تمام؟ عادي مثلا بين ورولر. في شيء اسمه انكلايند فريم، هذا بكون مثلا مائل يعني هيك. تمام، في ميلان باي جزء من اجزائه، المهم انه في ميلان. هسا بدنا نتعلم الانكلايند فريم كيف ممكن نتعامل معه. هسا في عده حالات، هسا هو عادي طبيعي يعني عادي بوجد الرياكشن طبيعي، بس في عده حالات بتخص لو كان عندي لود مستطيل، تمام؟ لو لود مستطيل او لود مثلث عادي او لود شبه منحرف، راح نشوفهم كلهم. هسا هذول مش موجودين بالكتاب بشكل صريح، يعني انت راح تيجي لهون مثلا تشوف هذا، طب شو عمل هون؟ مش راح تعرف. راح تيجي لهون راح تشوف هذا، شو عمل هون؟ ما راح تعرف. تيجي للأمثلة كمان الأكثر، راح تيجي تعرف؟ ما راح تعرف. أنا كتبتهم بالدوسية تبعتي هايهم كل الحالات الممكنة. الدكتور ياسر بيجيب عليهم كثير، فإحنا أنا بدي أشرحكم يعني بالدوسية أسرع مشان نلحق نشرح أكثر. في عندي هون الانكلايند فريم. الانكلايند فريم هذا موجود بالدوسية بشابتر 2، مش موجود بشابتر 4. بشابتر 4 موجود أمثلة عليه فقط، بشابتر 2 فيش أمثلة عليه. فأنا هون كل الملاحظات. ليش طبعا أنا حطيته بشابتر 2؟ لانه ممكن، لانه اول خطوه لايجاد اول خطوه مشان احل اي سؤال بشابتر 4 احتاج رياكشن، فبالتالي لازم انا اعرف كيف اوجد الرياكشن بالانكلايند فريم، فبالتالي حطيته احتياطا انه يكون بشابتر 2. فبشابتر 2 لو كان عندي انا اللود مستطيل مثلا زي هيك على الجهه المائله، بس الخط هذا اللي بالازرق هو المائل، الخط الازرق هو الفريم، يعني هذا الفريم تمام، وفي عليه لود مستطيل. كيف اللود المستطيل شكله؟ زي هيك اللود المستطيل هيك، تمام. لاحظ انه الخط الاحمر موازي للخط الاسود، يعني الخط الاحمر هذا موازي للخط الاسود اللي هو خط الفريم. بس لما يكون موازيات لبعض يعني انهم على نفس الشكل، يعني هاي نفس هاي، بكل بساطه بحكي لك انه المسافه، مش احنا لما كان عندنا لود مستطيل زي هيك W في L كنا نحكي التركيز هو عبارة عن W في L والمسافة، يعني هاي W في L اللي هي الارتفاع في القاعدة، ونحكي هاي L على 2 وهاي L على 2 من هون لهون ومن هون لهون، هي L على 2 L على 2. راح تحكي لي هسه بالمائل نفس الاشي، لما يكون هذا الخط موازي للخط الأسود فبالتالي تركيزه راح يكون عبارة عن زي ما هو مكتوب عندكم W L، تكون هاي المسافة لو كان هذا كامل طوله L، وهي المسافة هي L على 2 وهي المسافة هي L على 2. ال L على 2 هي عبارة عن إيش؟ اللي هي مسافة التركيز مائلة زي هيك. يعني بستنتج ملاحظة، لو كان عندي الخط هذا مائل فبتكون المسافة اللي بدي أركزها مائلة، تمام خلصنا. لاحظوا لما رسمت قبل شوي رحت رسمت السهم زي هيك، رسمته زي هيك ليش؟ لأنه الأسهم جاي زي هيك. أما شوفوا الحالة الثانية، الحالة الثانية الخط الأزرق اللي هو خط الفريم هو موازي لخط W لخط اللي هاي، فبالتالي التركيز W في L والمسافة بدها تكون لو كانت تكون هاي المسافة L على 2 المائلة طبعا، وهاي L على 2 اللي هي المائلة زي ما أنا عامل. طيب شو اللي اختلف عن الحالة الأولى؟ اللي اختلف اللي هو شكل الأسهم. لاحظ الأسهم هون جاي هيك اتجاه الجاذبية هيك هيك الأسهم، أما هون كانت الأسهم عمودية على الفريم، كانت الأسهم عمودية على الفريم، فبالتالي ناتج التركيز إذا الأسهم زي هيك فالتركيز راح يكون زي هيك. قيمته نفس الشيء W في L، يعني قيمة هذا السهم كانت نفس قيمة هذا، بس الفرق إنه هذا مائل أو عمودي على السطح وهذا مش عمودي على السطح، في بزاوية ثيتا، مائل بزاوية ثيتا، يعني هاي الزاوية أو هاي الزاوية ثيتا. الزاوية ثيتا، فلو كان عندي الفريم مائل زي هيك
أو إنه التحليل راح يكون هاي هي الزاوية ثيتا تمام بالستاتيك هاي المعبر وتشابتر 5 أو تشابتر 3 فبيكون تركيزه زي هيك بتطلع أول شيء على السهم وبتطلع على الهاي. شوف الحالة الثالثة، الحالة الثالثة الفريم مائل، شوف الفريم مائل ولكن المستطيل هيك، فشو مسافة التركيز؟ يكون تركيز W في L، L إيش هي؟ هاي ال L. طيب وين ال L على 2؟ ما هذا هيك، فكيف المسافة؟ هاي بتكون L على 2، مش روح تخربط تحكي L على 2 اللي هي هاي وطخها، هاي مش L على 2، غلط غلط غلط، L على 2 اللي هي مسافة التركيز، فدائما مسافة التركيز موازية للخط هذا واللود شكله زي شكل الأسهم اللي على المستطيل. وهاي الحالة الأخيرة لو كان عندي هذا زي هيك وهذا زي هيك، فبالتالي هذا الميلان كان زي هيك، فبتكون هي المسافة ال 2 وهي المسافة ال 2. تمام، هيك احنا عرفنا حالات الانكلايند فريم. شو بتفيدنا هاي الحالات؟ بس لما انا بدي اوجد مومنت ديجرام او بدي اوجد المومنت عند نقطة، بس احنا زي ما حكينا بدنا نتعلم ايجاد مومنت نقطة بعدين نوجد مومنت ديجرام. مومنت ديجرام بالاستاتيك ايش جاي نرجع نعيده. بهمنا انه دائما لما كان الفريم زي هيك، كان الفريم زي هيك البيم قصدي، كنا نرسم المومنت ديجرام زي هيك واجباري يكون اللود مستقيم. يعني حتى حكينا لما كان عندي لود مائل كنا نحلله زي هيك ومن خلاله نعمل مد الخطين. بالانكلايند فريم نفس الشيء، لازم يكون اللود المستطيل عمودي او عمودي على الخط الاحمر، يعني المستطيل لازم يوصل لحالته الأخيرة زي هيك. يعني لو كان عندي زي هيك أنا بدي أضطر أحوله لهذا الشكل، كيف بدي أحوله لهذا الشكل؟ بكل بساطة يعني بس منطقيا بدها تكون مثلا هذا هيك شكله الأسهم للجاذبية، فبالتالي تركيزه هيك، هاي التركيز هيك صح؟ شو بعمل؟ بميله يعني بضرب بكوساين، بعدين هاي شو بعمل فيها هذا السهم؟ بقسمه على الطول هذا، شو بطلع عندي؟ بطلع عندي لود مستطيل، هيك أنا بحوله للجهة الثانية. طيب ليش قسمت؟ لأنه بكل بساطة لما كان عندي أنا البيم زي هيك وهذا اللود المستطيل وهي W وهي ال L، كنا نحكي التركيز وكيف بيجي؟ يجي تركيزه زي هيك W في L صح؟ طب انا W L لو بدي ارجعها ل W كيف بعمل؟ W على L بترجع W، يعني بقسمت على الطول هذا، وهذا الشيء اللي صار بالحاله الثانيه، مفهوم ولا لا؟ هاي الشغلات مكتوبة بالدوسية الجديدة، يعني مع دوسية قبل سنة ونص ما بلاقيها، قبل سنة بلاقيها الصيف الماضي. يعني شو أنا كاتب ملاحظات هون؟ هاي كاتبه ما اللي حكيتهم هون حكيتهم. هذا السؤال شايفينه؟ شايفينه صح؟ هذا مع حله طبعا، هاي حله أيوه نفسه ها، يعني اجاكم هذا بالكويز، اجاكم بالمد، اجاكم باي مكان بالحياه، وانا بس مغير لك اف. انا هنا حط لك بالدوسيه حط لك اياها شو اسمه 80، فانت عادي شيل ال 80 مكان ما بتشوف 80 شيلها. هيا هون اول ال 80 بالرسمه، هيا شايفها، بس شيل هاي وحط مثلا كانت 90، حط 90 وحل يدوي بتطلع. ماشي يعني صعوبة. هذا حله وهذا كان طبيعي، بس لاحظوا هون، انه هون كان شبه منحرف، مش مستطيل، هاي شبه منحرف مايله صح، يعني فعليا مايله زي هاي على هاي الاستقامه، بس لانها مش مستطيل فما كانت يعني ها هاي هيك. لو بدي احلله هذا بيطلع معي مثلث، بيطلع معي مستطيل، والاسهم زي هيك، فبالتالي مسافه التركيز هي عباره عن طول الوتر، والسهم راح يكون زي هيك، هيا لاحظ السهم عمودي والمسافة هي مسافة التركيز. نرجع للكتاب، هذا هو الانكلايند فريم، ما راح نتوسع فيه أكثر إلا إذا ظل معنا وقت، خلينا نرجع
نرجع لأشياء بسيطة اللي هي مثلاً الفانكشن. الفانكشن مشروع اليوتيوب كامل. الفانكشن مشروع اليوتيوب كامل اسمه chapter 3 أو chapter 7 بالستاتيك، قائمة الستاتيك 2021 اسمه chapter 7 part 3 moment and shear function، وموجود بالستركتر برضه. بس احنا بدي اشرح لكم الفانكشن بشكل بسيط، لو كان انا عندي بيم حكالي find moment and function. طبعا دكتور ياسر بيجيب طبعا moment and shear function ما فهمته ما راح تقدر تكمل chapter 8 و9، ما راح تعرف تحلهم. chapter 8 و9 بيعتمدوا بشكل 100% على moment and shear function، فبالتالي انا لازم اعرف اوجد moment and shear function. ثاني شغله الدكتور بيجيب سؤال على مومنت اند شير فانكشن، بيجيب لك مثلث بيقول لك اعطيني معادله القطع. فلو انا بدي اوجد المومنت اند شير فانكشن، كيف بدي اوجد المومنت اند شير فانكشن؟ بكل بساطه بتقطع قبل كل لود او قبل كل سبورت او قبل اي مومنت او اي مكان. يعني هذا البيم بدي اضل ماشي انا زي هيك، خبطت لقيت قدامي لود صح؟ شو بعمل؟ بقطع هون، بقطع هيك قبله بشوي، بعدين شو بعمل؟ مباشرة بقطع بعده، يعني قبل اللود بقطع وبعد اللود بقطع مباشرة، بعدين بضلك ماشي بتلاقي شيء، بتلاقي سبورت خلص، خلصت الرسمة. فبالتالي أنا بدي أقطع قطعين، هسا لما بدي أقطع قطع بقطع على المسافة أنا ما بعرف شو اسمها، لو بفرضا سميتها إكس 1 تمام؟ فإيش بكون أنا موجود الرياكشن؟ تمام، وبقطع قطعت باخذ جزء يمين يا جزء يسار، ويفضل الجزء اليسار. ام اكس 1 اي، طبعا بالامتحان ما بسميها اكس 1 بسميها كله بدلالة اكس يعني. فام بتساوي اي واي في اكس. تمام هاي المعادله. فلما يجي يقول مومنت اند شير فانكشن بقول لك هي اي واي في اكس. يجي للقطع الثاني، باخذ يا جزء يمين يا جزء يسار، الثنتين ما بيطلعوا لي نفس المعادله ولكن بيطلعوا لي نفس الجواب. كيف يعني بيطلعوا نفس الجواب؟ هسه هاي اكس، ممكن تكون 1، ممكن تكون 2، ممكن تكون 2.5، ممكن تكون 2.01، ممكن تكون 1 ملي، ممكن تكون 1 مليار. هاي الاكس بتكون صالحه من بداية ما قطعت لحد ما خبطت. وين أنا خبطت؟ عند اللود. فبتكون هاي المعادلة للإكس، هاي الإكس بقدر أعوض من الصفر لحد لهون. قديش هاي المسافة؟ هي L على 2. فالإكس هاي صالحة من صفر وصالحة ل L على 2 الرينج تبعها. يعني القطعة الثانية ممكن أخذ إكس هي هاي سميها إكس 2، أو فرضا بأخذ الإكس هي هاي تكون هي اكس 2. باخذ اول شيء الاسهل، فرضا اخذت الجزء اليمين، في عندي هنا بي واي، في عندي هنا مومنت، في عندي هون اكس 2. بالتالي ام واي او ام شو ام واي هاي بتساوي بي واي في اكس 2. اكس 2 صالحه من وين لوين؟ صالحة من مكان ما خبطت صفر ل x2 ل L على 2. x صالحة من صفر ل L على 2. لاحظ الصفر مكان ما بلشت هون، يعني صفر، يعني لما بدي اعوض x قيمتها صفر يعني بوجد المومنت عند السبورت هاب ويساوي صفر. طبعا لو بدي اوجد عند L على 2 يعني بوجد المومنت عند اللود هذا. لو بدي اعوض مثلا L على 4 يعني هون بوجد المومنت هون، يعني بقدر اوجد المومنت على اي مكان بدي اياه بالبيم، على اي مسافة بدي اياها. تمام، بس لو بدي اخذ المعادلة الثانية بدي اخذ الجزء اليسار، باخذ البيم كامل. بلاحظ انه عندي ام، بلاحظ انه في عندي اللود بي،
ثلاث عند الرياكشن واو صح؟ صح. شو راح تلاقي عندي؟ تلاقي المسافة هاي عندي عبارة أنا ألع اثنين. راح تلاقي المسافة هاي هي عبارة عن x2، بالتالي هاي تكون x2 ناقص ألع اثنين. طبعا بالامتحان قلب بتكون معك 10 أو 5 كذا بتعوضها. أنا بس بشرح لك المبدأ كيف تقطع. فيلا M زائد P في X2 ناقص ألع 2 ناقص AY في X2 تساوي 0. تطلع مع قيمة M. قيمة M هي بدلالة X بتطلع وال طبعا ال ما هي ثابتة بدلالة X2، فالنتيجتين بيطلعوا لي نفس النتيجة. طيب هاي صالحة من وين لوين؟ رح أقول لك هاي المعادلة صالحة من X طبعا لوين؟ ال وال عفنين. طب راح تحكي لي ليش؟ بكل بساطة بحكي لك هاي وين كانت نهايتها؟ كانت نهايتها عند ال عفنين هون. القطع الثاني كان بعد اللود بعد ال عفنين، فباخذ ال عفنين هو الطرف النهائي. وين نهاية البيم؟ نهاية البيم هو عند الطول ال، عند الطول ال. بس نجي عليها عندي. فلو عوضت بهاي المعادلة هاي العجقة عوضت ال بيطلع معي زي كأني عوضت صفر بالمعادلة. معادلتين بيطلعوا لي نفس الجواب. لو عوضت هون ال اثنين وعوضت هون ال اثنين بيطلع برضه معي نفس الجواب. اكبر دليل، اكبر دليل عوض هون ال اثنين هذا حد بتصفر. اي واي في ال اثنين ما هو اي واي بيساوي بي واي هون لانه ال بالنص، فبالتالي زي كانت بتطلع معي نفس الجواب. بيطلع معي نفس الجواب اجباري، اجباري ما طلعوا معك نفس الجواب ما بين خمس سؤال. يعني نجي لسؤال اطول شوي. كان عندي بيم زي هيك حكى لي اوجد مومنت اند شير فانكشن. طيب طبعا بحدد لي باي جزء بي سي او لو سميت هاي اي مثلا اي سي سي دي ممكن يحدد لي مكان معين، يعني ما تخافوا انه وين يحدد لي. شو المشكله بتصفي؟ مشكله واحده كم قطع اقطع. حكينا قبل شوي انه انت بتمشي من البيم بتوصل لكل جزء بتلاقيه قدامك بتضلك ماشي زي هيك مشيت 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 اخبط في عندي حاجز هون internal hinge فبدي اقطع قطع هون بمشي مشيت 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 طبعا بقطع بعد مباشر يلا مشيت 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 لقيت نهاية الخط هذا شو بعمل؟ بقطع طبعا وين بقطع؟ هذا القطع نفس اللي كنت ناوي اقطعه فبقطع بعده مباشرة بمشي مشيت 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 لقيت لود هذا القطع اللي قبله عندي قطع بعد ففعليا بقطع بقطع القطع بقطع قبل اللود وبعد او internal hinge او مومنت عادي او support او نهاية اللود المستطيل أو بداية بس هيك عندي هاي طرق القطع. طبعا بجوز تفهموا على الدوسية بشي أسهل لو نيجي لشابتر 4 نيجي لشابتر 4 هاي شابتر 4 عدد القطوع كيف تحديد عدد القطوع كل ما توجد لود أو سبورت يعني ها مشيت من اليسار لليمين في عندي هنا فيكست خليه في عندي هنا بن قطعت قبله مشيت لقيت لود قطعت قبله مشيت لقيت هنج قطعت قبله مشيت لقيت مومنت قطعت قبله مشيت لقيت بن قطعت قبله بس هاي الفكرة هاي الفكرة
كل معادلة لها قطر. تمام، وهي الساين كونفنشن اللي حكيت عنهم. تحديد المرجع هذا نفس ما حكيت X1 وX2، وين بتحدد انت بتحددها انت وين ما بدك، او الدكتور بيعطيك اياها بالامتحان. الدكتور لازم يعطيك اياها بالامتحان مشان الكل يحدد اجابته. مشان توجد المعادله بتحكي سيجما اف اكس سيجما اف واي سيجما مومنت، بتطلع معادله شير، بتطلع معادله مومنت عادي زي ما حكينا. مشان ترسم مومنت ديجرام او ترسم توجد المومنت عند اي نقطه بدك اياها، عدد القطوع هي عدد الفانكشن 100%. كل فانكشن له قطع، كل فانكشن او كل قطع له فانكشن مختلف، مستحيل يكون نفسه الا بالصدفه. فبعدين لما بدي ارجع ارسم المومنت عند انا عند اي مكان، توجد المومنت عند اي مكان اعوض قيمه اكس. طبعا بدي انتبه اكس صالحه من وين لوين. تمام، مثلا هذا السؤال زي ما حكيت قبل شوي، في عندي قطعين، قطع هون بده يكون عندي قطع هون، فبحل القطعين، بحل القطعين. المومنت ديجرام يعني بتعوض مكان كل اكس، كل اكس بتعوض مكان. المومنت ديجرام حكينا بالستاتيك، بس راح نرجع نعيد. خلينا نشرح المومنت ديجرام سريعا، المومنت ديجرام او مومنت شير ديجرام، نيجي لابسط حاله. بمد خط عند اي، بمد خط عند اي ايش سبورت ولود انترنال هنج مومنت اي شيء، فمد خط زي هيك، وبصنف على مقدار معين خطين، خط اسمه شير، خط اسمه مومنت. الشير اي شيء موجب بحطه فوق، واي شيء سالب بحطه تحت. والمومنت اي شيء سالب بحطه تحت، واي شيء موجب بحطه، اي شيء سالب بحطه فوق، اي شيء موجب. هاي الشيء كيف عرفنا؟ شو حكينا؟ حكينا اول فيديو، اول شيء بالفيديو حكينا تنشن وكومبريشن. منيجي الشير حسب الاسهم، يعني في عندي انا هون رياكشن صح، في عندي هون رياكشن، عندي سهم بطلعني لفوق صح، بطلع معه، بطلع بمقداره، يعني هاي خمسة بحط هون خمسة، بعدين بضل ماشي خط مستقيم. ليش؟ انه ما عندي اي لود ينزلني، ما عندي لودات، بضل ماشي خط مستقيم. بعدين مثلا عندي هاي 10، شو بعمل؟ بنزل 10، فاذا كانت هاي 5 بصير هاي سالب 5، بعدين ماشي هاي بكون 5 لفوق، طبعا بضل ماشي خط مستقيم، بعدين بطلع 5 فبتسكر مع الرسمه. لازم تبلش بصفر وتنتهي بصفر. نيجي للمومنت. المومنت عندي اكثر من طريقه، يا بوجد المومنت عند كل خط، يعني بقطع هون ويعني بقطع وباخذ جزء يمين او جزء يسار، يا اما بطلع معادله اللي هون والمعادله اللي هون وبعوض بالاكسات، اكس بتساوي 0 واكس بتساوي 5 واكس بتساوي 10 حسب اي قطع، او ممكن اخذ جزء اليمين واحكي اكس بتساوي 0 واكس بتساوي 5 واكس 0 من الجهه اليسار. انت وشطارتك هون، مش انا اللي بقول لك كيف تقطع. تمام، يا بوجد مساحه الشير. ليش؟ لانه هو عباره عن تكامل. فانا مشان اوجد ارسم المومنت، فعندي ثلاث طرق، او اقطع عند اي اقطع عند كل نقطه، عند كل خط رسمت منه خط عمودي اقطع بوجد المومنت عنده، اقطع عنده، يا بوجد معادلات، يا باخذ مساحه الشير. فانا هون هسه هون عندي هاي المساحه موجبه مثلا، وهي مساحه سالبه، بنحل على الرابط 100%، والرياكشن بنحل على الرابط، كل شيء بنحل على الرابط. بس في اسئله ممكن ما تنحل على الرابط، يعني كيف تحكي لك؟ ممكن تغلبك، يعني انكلايند فريم، انا من جهتي انكلايند فريم راح اغلبك، لانه الانكلايند فريم لما ترسميه اللود بحط لك اياه عمودي، اما هذا بحط لك اياه مائل، فصعب انه تميليهم، بدك تحط زوايا وتعجبي حالك، اذا الزاويه مش 45 راح تغلبك. تمام، بقدر اوجده على المواقع، سهل هذا، هذا بنحل على المواقع، وهو اصلا يعني الطالب بالامتحان بالستركتر بقدر يحل نص الامتحان على البرامج على النت او على التليفون، في على التليفون، في برامج على التليفون. فبدي اوجد المومنت هون، بدي اوجد المومنت هون، فرضا بدي اقطع عند العشره، بدي اقطع عند العشره واحل على اول طريقه بالشابتر، تحكي ام، تحكي المسافه هاي مثلا ثلاث، والمسافه ثلاث، احكي هاي خمسه وهي ثلاث، فام
ناقص 5 في 3 تساوي 0، اذا ام بتساوي 15. ام بتساوي 15 طلعت معي بوزيتيف، بوزيتيف يعني ايش؟ يعني لتحت تحت. شو بعمل اذا عندي هذا الخط مستقيم؟ هذا يكون الخط مائل. طبعا هاي برجع بعوض بطلع معي صفر، يعني اقطع وخذ الجزء اليمين، في شيء يمينها؟ لا صفر، الا اذا في مومنت، اذا في مومنت بحط مقدار. تمام، فاذا عندي هذا الخط مستقيم بيكون هذا الخط مائل، اذا عندي هذا الخط مائل بيكون عندي اللي بعده مقعر. يعني كيف نجي للحاله اللي بعدها، الحاله الثانيه؟ تمام، ابدا اوجد الشير. الشير في عندي رياكشن راح يطلعني، تمام طلعني رياكشن، بعدين راح ينزلني ينزلني هيك، راح ينزلني هيك. ليش نزلني؟ لانه بتلاحظ انه هون عندك كل متر في لود، كل متر عندك لود، كل متر عندك لود. طبعا هذول مستقيمات يعني مش ميلات، فهذول بينزلوني، هذول بينزلوني، كل شحطه بينزلني شوي، كل شحطه بينزلني شوي، كل شحطه بينزلني شوي. هسه هذا مائل صح؟ إذا هذا مائل اللي بعده، اللي بعده بده يكون مقعر. كيف بده يكون مقعر؟ بده يكون عندي رسمته. هسه هاي مساحة موجبة صح؟ بدها تنزلني هاي موجب، أو بقطع باخذ جزء يمين وجزء يسار، بلاحظ إنه هون بيطلع معي مومنت موجب، مومنت موجب يعني هيك. بعدين هاي مساحة سالبة، سالبة يعني بتطلعني لفوق، ترجع تطلعني لعند الصفر. فهاي المسافة، هاي المسافة زيرو شير، بتكون هاي المسافة أعلى مومنت، هاي دبليو ال تربيع على 8، هاي المسافة دبليو ال على 2، وهاي المسافة سالب دبليو ال على 2. تمام، فبالتالي بالتالي زي هيك. في سؤال أجب سترينج فاينل الفصل الماضي كل بيعرفه، والسؤال بأخذ مني نص ثانية. طلب مني اوجد المومنت هون، كان الخيار مباشره زيرو، هذا انترنال هنج. فبالتالي ما بدي ارسم له مومنت ديجرام، مومنت ديجرام حيكون عندي شكله زي هيك. طبعا على فرض يكون عندي المومنت ديجرام زي هيك، بيطلع لهون شوي، مش المومنت، الشير خلينا نحط. الشير عندي راح يطلع عندي لفوق شوي، بعدين بنزل لينير مثلا بغض النظر وين، هاي لينير خط مستقيم، بعدين يمشي خط ثابت زي هيك، امشي خط ثابت زي هيك، امشي خط ثابت زي هيك، هذا رياكشن بطلعني، بعدين بنزل زي هيك، زي هيك، هيك بكون شكل الشير. فبالتالي اذا هذا خط مائل، بالتالي مثلا هذا بيطلع معي مائل زي هيك. يعني شو بعمل؟ بسكر معي هون، لازم يكون صفر، المومنت صفر، ليش؟ لانه هذا انترنال هنج، بعدين هذا خط مستقيم، شو بعمل؟ مثلا زي هيك. خط مستقيم ثابت يعني هذا مائل زي هيك، بعدين مثلا برجع بطلعني، بعدين برجع مثلا زي هيك عادي. ما بنعرفش كيف شكل المومنت، بطلع قيم وانا برسمهم. فلاحظ انه اذا عندي مائل بكون عندي مقعر، مستقيم بطلع عندي مائل، مائل مقعر بس. فهذا هو المومنت ديجرام. المومنت ديجرام القيم هاي، خلينا نرجعهم، القيم هاي اللي هي اللي هون واللي هون واللي هون واللي هون واللي هون واللي هون، بجيبهم من المعادلات
او بقطع بكل مكان، بتقطع المسافه هاي، بتقطع المسافه هاي، بقطع المسافه هاي، اقطع المسافه هاي، اقطع هاي. فبالتالي هيك بصير شوي صعب، تضطر انك توجد المعادله، بتضطر توجد المعادله. فلما بدي اقطع بقطع مره هون مره هون مره هون ومره هون، قبل الانترنال هنج هاز، قبل اللود هاز، قبل السبورت هاز، وقبل السبورت هاز. بس هذا هي عباره عن عدد القطوع، وهي هي المومنت اند شير فانكشن. فهسه بالماده شابتر 4 اخذنا الساين كونفنشن وكيف نقطع عند نقطه في حاله اللود المستطيل او اللود المثلث. اخذنا الفانكشن، فانكشن بشكل بسيط موجود على اليوتيوب، فيديوهات ثانيه اكبر من هيك، بس عادي انت هذا الفيديو بجوز يكفيك بزياده. بعدين اخذنا المومنت ديجرام كيف نرسمه، الرسم بسيط بس انت عند مقعر وكذا، وحكينا القيم هاي بتجيبها من المعادلات. والجزء الرابع الانكلايند فريم حكيت لكم كيف تتعاملوا معه. الفيديو الرابع راح اعلم هسه الرابط الجاي ان راح يكون الزوم قصير ان شاء الله، راح يكون كيف تتعامل مع الانكلايند فريم. ولما معنا 5 دقائق بنخلصه. والسوبر بوزيشن مش راح اشرحه، مش 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 مهم اصلا. هون عندي انكلايند فريم، نرجع لهون انكلايند فريم. كان عندي inclined frame زي هيك، وأنا بدي أوجد مثلا عندي هون اللود زي هيك، كان اللود شكله زي هيك. فأنا لما بدي أرسم مومنت ديجرام، لما بدي أرسم مومنت ديجرام، إحنا لما كان عندي بيم زي هيك المومنت ديجرام كان إله هيك، صح ولا لا؟ راح تحكي لي آه. طب لما يكون عندي الفريم، لما يكون عندي الفريم زي هيك بقول لك المومنت ديجرام ترسمه هيك. لما يكون المومنت ديجرام هيك يكون عندك المومنت ديجرام هيك ترسم الخطوط. فبالتالي هسه انا شو اللي بده يصير عندي؟ صار عندي لما بدي ارسم مومنت ديجرام، اول خطوه حكيناها بنطلع رياكشن، ثاني خطوه الخط المستطيل هذا من لازم نميله زي هيك، ثالث خطوه بدي اقطع. مثلا مشان اوجد المومنت ديجرام بدي اخذ المائل لحال، بدي اخذ المستقيم لحال، برسم لهم خطوط المومنت والشير. هذا خط المومنت والشير له هيك، وهذا خط المومنت والشير له هيك، هذا خط المومنت والشير له هيك. خليني هذا امسحه. هكون له هيك، هذا له هيك، هذا الشير مثلا وهذا المومنت. فبالتالي انا لما بدي ارسم، بس انا قطعت هون صح؟ هون قطعت، راح ينتج عندي مومنت، راح ينتج عندي مومنت هيك، راح ينتج عندي نورمال هيك، راح ينتج عندي شير زي هيك. لاحظ انه الشير هذا هيك اتجاهه، ولكن انا اللودات بدها تكون بهذا الاتجاه. بس لما بدك تلاحظ انه هون الرياكشن، هون الرياكشن عمودي زي هيك. طيب انا هذا الرياكشن بدي اضطر، هذا موجود برضه فيديوهات قديمه بالستركتر، بدي اضطر بكل بساطه امسك هذا اللود احلله هيك، امسك هذا اللود احلله هيك. فبدي اضرب كوساين وساين الزوايا، بدي اضرب كوساين وساين الزوايا. اذا هاي الزاويه ثيتا بتكون هاي الزاويه ثيتا، فبدي تكون هاي 90 ناقص ثيتا، تكون هاي ثيتا، تكون هاي 90 ناقص ثيتا، تكون هاي ثيتا، تقابل بالرأس، بتكون هاي 90 ناقص ثيتا، تكون هاي ثيتا، تكون هاي 90 ناقص ثيتا، 90 ناقص ثيتا. نيجي لمثال محلول على السريع، لا بطيء ولا بطيء. عندي هذا الفريم، هذا الفريم عندي لود مختاره 0.144، طلع الرياكشن عادي. بعدين لما بده حل الفريم، هذا اللود هيك. احنا حكينا لما بدي اركز هسه التركيز عادي طبيعي مائل، بس الفكره انه مشان اوجد الرياكشن عرفنا كيف نوجده، ونوجده زي هيك. هاي طلع، مشان اوجد الرياكشن بدي احلل، حللت اموري تمام. بس لما بدي ارسم مومنت ديجرام، بدي ارسم للقطع الافقي لحال والقطع المائل لحال. القطع الافقي قطعت، اخذت هذا الجزء، في عليه رياكشن
وعليها مومنت. فإذا عندي من الساين كونفنشن مومنت هون، شير هون، نورمال هون. الشير هون هيك صح، والمومنت هون هيك طبيعي. لما بدي اجي للجزء المائل هون التريك، راح يكون عندي الشير هيك، بس انا لازم اوجد الشير المائل اللي زي هيك، هذا سميته في فتحه، فبالتالي لازم احلل هاي. المومنت اللي هون نفس المومنت اللي هون، ما في ميلان. فلاحظ ملاحظه سريعه قبل ما يخلص الفيديو، انه هون النص اللي هون حللها هون، حللها هيك وحللها هيك، يعني 1.06 وال 1.77 هم ناتج تحليل الاثنين هاي والواحد هاي على المحور اللي زي هيك والمحور اللي زي هيك. على السريع السريع احتمال ما نفوت دون ثالث. زي هيك اوجدت الرياكشن، هذول اوجدتهم طبيعي. لما جيت ارسم مومنت ديجرام شوفوا شو عملت، الاثنين هاي وهاي النص، رحت حللتهم هاي الزاويه 45، فحللتهم كوساين وساين كوساين وساين، فطلع كيف جمعتهم، 2 كوساين 45 بالسالب، نص كوساين 45. حللتهم وجدت الفي فتحه، في فتحه هي اللي بدي ارسم عليها. هاي كل تريك، هاي كل تريك. طبعا التشابتر ظل انه نحل اسئله الكوزات، راح احطهم فيديو مسجل مع بروسيجر زي تشابتر 3 تمام، فيديو مسجل خلص لنا ساعه ونص بكفي. شرحنا تقريبا كل التشابتر، شرحنا كل التشابتر. يعطيكم العافية. الله يعافيك يا دكتور.